السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ هانيين بخيرين، نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. انا الان متواجد في مدينه سلا، في واحد بلاصه غير ربيع، تبارك الله واحد اللوطه هنايا، ولكن ماشي لواحد البلاصه. عيط لي واحد الصديق قال لي يلا غنمشي لواحد الكلوب تاع قنيطره، المهم ماشي بعيد على سلا بزاف. دابا غنمشي نتلاقاو ونركبو في الطاكسي ونمشيو ليلو واحد الكلوب مزيون. انا كنت سامع بهذا الكلوب ولكن دابا عاود لي عليه، قال لي يلا نمشيو ليلو واحد الكلوب في مزرعه وفي جلسه عائليه وفي الجوق وفي بزاف تلقى الناس كيدخلوا تما ويعبيو العائلات ديالهم لا تما وكيجلسوا وكينشطوا، يعني في الجوق في المطعم في القهاوي في اي حاجه بغيتها، في حتى الطيور وجميع اكثر تقريبا شي 20 ولا 30 صنف ديال الطيور اللي عندهم تما، على ما عاود ديك الدري فايت ومشى لتما. وانا المهم غنديكم لتما ونصور واحد الفيديو تما وغنخليها لكم، المهم كملوا الفيديو حتى الاخر، فيديو مزيان تما بديك بيكون تما بديك الكلوب. ديك الدري قال لي غنصور معك واحد الفيديو تما، والمهم غتشوفوا الاجواء كيفاش دايره في ديك الكلوب. ايوا المهم ما تبخلوش علينا بديك الاشتراك وديك الجيم، شكرا لكم وما تنساوش دعمونا الله يرحم الوالدين. شكرا على التعليقات ديالكم، وقلنا نبدلوا الروتين ونغيروا شي شويه، قلنا نفوجوا شويه نحيدوا هذا نبدلوا الروتين ديال المرض وديال الانساني، ماشي ضروري جا المدينه يجي غالي على حساب الطبيب، قلنا نبدلوا شويه الجو ما نبقاوش نكتئبوا ونزيدوا المرضو. المهم الانسان هو يبدل شي شويه لهاديك ويريح النفسيه ديالو شي شويه، راه الحمد لله على كل حال هادشي ديال الله. المهم خليكم معنا تفرجوا الفيديو حتى الاخر، ما يكون زوين ان شاء الله انا متاكد. يلا تبارك الله عليكم، باي باي.